ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم المسابقاتي الرمضاني في رحاب القرآن الكريم. مشاهدينا الكرام، ليلة رمضانية جديدة نعيش وإياكم مع كتاب الله عز وجل. نسأل الله أن يوفقنا لصيام هذا الشهر ولقيامه إيمانا واحتسابا. في بداية هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، أرحب بأعضاء لجنة التحكيم معنا في هذه الليلة. أولاً نرحب بالشيخ محمد حسن الريمي رئيس اللجنة، أهلاً ومرحباً بك شيخ محمد. حياك الله. وأرحب أيضاً بالشيخ محمد مؤمن محمد با مؤمن عضو اللجنة، أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً بك. أهلاً بك. كما نرحب أيضاً من المشاهدين الكرام بالشيخ محمد علي حسن المسوري عضو اللجنة، أهلاً وسهلاً بك شيخ محمد. كما أيضا نرحب في هذه الحلقة بالمتسابقتين معنا في هذه الليلة. تتفضل المتسابقة الأولى على يميني بالتعريف باسمها. اسمي محمد علي سريع من محافظة صنعاء. الجميع بخيرين للقرآن الكريم. أهلا وسهلا بك تسنيم. وتتفضل المتسابقة الأخرى بالتعريف باسمها. أهلا وسهلا محافظة الجو جمعية القرآن الخيرية حفظ القرآن الكريم كاملا وأتابعه من جديد. أهلا وسهلا بك. مشاهدي الكرام، نبقى الآن مع أعضاء لجنة التحكيم لطرح السؤال الأول على المتسابقتين. حيا الله الجميع. ويتولى توجيه السؤال للمتسابقة تسنيم محمد علي سريع الشيخ الحافظ محمد مؤمن محمد با مؤمن، حياه الله ويتفضل لتوجيه السؤال الأول للمتسابقة. حياك الله الشيخ. المتسابقة تسنيم، أود أن تسمعينا من قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم من يلمزك في الصدقات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله من ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن
يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. حسبك يا تسنيم، بارك الله فيك على هذه التلاوة. والآن أحبتي الكرام، إلى الشيخ محمد علي حسن المسوري الأمين العام للجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وعضو هذه اللجنة، لتوجيه الأسئلة إلى المتسابقة سكينة عبد الله نبهان، فليتفضل. جزاه الله خيرا. أهلا وسهلا بالمتسابقة سكينة عبد الله نبهان. أسمعينا من قول الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم فزادتهم رجزا إلى رجزهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ما شاء الله سكينة، بارك الله فيك. شكرا لأعضاء لجنة التحكيم وبارك الله في المتسابقات. مشاهدينا الكرام، هذه هي حواء، شجرات طهر طيبات بالأمان مثمرات، يقرأن قرآنا يشرف حرفه خير اللغات، نورا يفيض سكينة يروي قلوب المؤمنات، ينهلن من أنواره المنهل العذب الفرات. نبقى وإياكم مشاهدينا الكرام مع الفقرة التالية: مفهوم قرآني، وأذكر بعنوان هذه الحلقة: حسن الخلق. سبحان الله سبحان الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. حسن الخلق هو الذي مدح به النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال ربنا: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم.
مدح النبي صلى الله عليه وسلم بالخلق العظيم، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق. حسن الخلق هو من أجله بعث النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فإذا مكارم الأخلاق دعا لها الأنبياء كلهم، وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عليه الصلاة والسلام بالأخلاق الحسنة، وجاء عليه الصلاة والسلام بحسن الخلق، بل وعرف به عليه الصلاة والسلام بين الناس قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. ولذلكم هذا الموقف العظيم الذي تصفه أمنا خديجة رضي الله عنها، لما نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، خاف النبي عليه الصلاة والسلام وجاء من غار حراء، كما هو معلوم في الحديث الطويل الذي أخرجه الشيخان، جاء إلى خديجة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر لخديجة ما جرى له في الغار، قال: يا خديجة، لقد خشيت على نفسي. فكان الجواب من أمنا خديجة جوابا عجيبا. تقول خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا. بماذا استدلت خديجة؟ أن الله عز وجل لا يمكن أن يخزي النبي عليه الصلاة والسلام. قالت خديجة رضي الله عنها لنبينا عليه الصلاة والسلام: إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتقرئ الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فخديجة رضي الله عنها أقسمت بالله أن الله عز وجل لا يمكن أن يخزي نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو يحمل هذه الأخلاق الحسنة عليه الصلاة والسلام. ولذلك أيها المسلمون، هذه بشارة لكل أصحاب الأخلاق الحسنة، من كان يحمل الأخلاق الحسنة لن يخزيه الله من المؤمنين، من كان يحمل الأخلاق الحسنة من المؤمنين فلن يخزيه الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. يبتلى نعم، لكن لا يمكن أن يلحقه الخزي والعار أبدا، فالله عز وجل لا يخزي أصحاب الأخلاق الحسنة. وقد ثبت في صحيح ابن حبان أنهم ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة، فذكروا من صلاتها وصيامها وعبادتها، وقالوا: إنها تؤذي جيرانها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هي في النار. ثم ذكروا امرأة أخرى وذكروا من قلة صلاتها وصيامها ولكنها لا تؤذي جيرانها بلسانها، قال النبي عليه الصلاة والسلام: هي في الجنة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فأقرب الناس منزلا من النبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه. ولذلك ينبغي على كل مسلم أن يحرص على تحسين أخلاقه، وينبغي على كل مسلم أن يحرص على حسن الخلق. فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليدرك أجر القائم الصائم بحسن الخلق. فكم من أقوام ربما يكثرون من القيام والصيام ولكن أخلاقهم سيئة، فهم وقود النار كالخوارج على سبيل المثال. فرسولنا صلى الله عليه وسلم ذكر من صلاتهم وصيامهم وقيامهم لكنهم في فكرهم وفي أخلاقهم سيئون، فكانوا من أهل النار. والعكس صحيح، من حسنت أخلاقه فإنه يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يسأل الله عز وجل حسن الخلق بقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. نسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقنا وأن يغفر ذنوبنا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد. فتنزلت آية الكتاب صريحة تأس الجراح وتمسح الأحزان وتزيح أستار الغيوب عن التي في بضع أعوام تشب عوانا. مرة أخرى إلى الجولة الثانية من هذه المسابقة في هذه الحلقة الرمضانية،
وعودة إلى أعضاء لجنة التحكيم لطرح السؤال الثاني على المتسابقتين. يواصل الشيخ محمد مؤمن، محمد با مؤمن، لتوجيه السؤال الثاني والأخير للمتسابقة. المتسابقة تسنيم، السؤال الثاني من حلقة هذه الليلة يقول: اقرأي من أول سورة النجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة. حتى لا تكثر الأخطاء عليك، تقفي على الألف بدون ما تأتي بهمزة أو تشبئها أكثر من حركتين. والنجم إذا هوى، هوى، ولا تقولي هوى. ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى. صلحي. وهو بالأفق الأعلى. إيش حركة الهاء؟ وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أفرأيتم اللات والعزى، ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله به من سلطان. ما أنزل الله، إن هي إلا أسماء، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، إن يتبعون ما سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله. قلتيها بعدين إيش؟ ما أنزل الله به من بها من سلطان، ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءكم من ربكم، ولقد جاءكم من ربكم، ولقد جاءهم من ربهم، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. بارك الله فيك يا تسنيم. وننتقل الآن إلى سكينة والشيخ محمد علي، فليتفضل. سكينة، تقرأي من بداية سورة القلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون، والقلم وما يسطرون، ما أنزل
بارك الله فيك يا سكينة على هذه التلاوة. إذن بارك الله في المتسابقتين معنا في هذه الليلة، تسنيم وسكينة. مشاهدينا الكرام، وقبل أن نستمع إلى إعلان النتيجة النهائية في هذه الحلقة، نذهب وإياكم إلى فاصل إعلاني قصير، وأيضا متابعة استراحة هذه الحلقة ومع فرقة الإنجاز. هذا البرنامج برعاية وزارة الأوقاف والإرشاد. يا ربنا 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 أنت لنا ساتر وغافر ومعين. يا ربنا 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 وهكذا دنيا ودين أخلاقنا رفق ولين وهكذا دنيا ودين أخلاقنا رفق ولين على خطى خيد الورى أحمد ختام المرسلين دستورنا قرآننا وهو لنا في الدرب نور دستورنا قرآننا وهو لنا في الدرب تسمو به أخلاقنا على مدى كل العصور. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وهدي مولانا الحياة طريقنا إلى النجاة وهدي مولانا الحياة طريقنا إلى النجاة من حاد عن فحواه تا كلام رب العالمين هذا صراط مستقيم أنزله رب رحيم هذا صراط مستقيم أنزله رب رحيم وقال في الذكر الحكيم
أنت على خلق عظيم. يا ربنا 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 أنت لنا ستر ورافع عظيم. سبحان الله سبحان الله. شكرا جزيلا لفرقة الإنشاد. مشاهدينا الكرام، وبعد أن كنا مع جولتين متتاليتين من سباق هذه الليلة، حان وقت إعلان النتيجة النهائية من قبل أعضاء لجنة التحكيم في هذه الحلقة. تفضل أعضاء لجنة التحكيم بإعلان النتيجة النهائية. بحمد الله تعالى أتممنا هذه المسابقة وكانت النتيجة على النحو الآتي: حصل على المركز الأول الطالبة سكينة عبد الله نبهان، حيث حصلت في الحفظ على 50 درجة من 50، وفي التلاوة على 48 درجة ونصف الدرجة من 50، مجموع درجاتها 98 درجة ونصف الدرجة. حصل على المركز الثاني الأخت تسنيم محمد علي سريع، حصلت في الحفظ على 47 درجة ونصف الدرجة، وفي التلاوة على 43 درجة ونصف الدرجة، مجموع درجاتها 91 درجة، والله الموفق. إذن كما هو واضح مشاهدينا الكرام من خلال النتيجة النهائية التي أعلنت من قبل أعضاء لجنة التحكيم في هذه الحلقة، الفائزة بالمركز الأول سكينة عبد الله نبهان، والفائزة أيضا بالمركز الثاني تسنيم محمد سريع. ويتفضل إلى الاستوديو الدكتور عبد الوهاب المصباحي رئيس الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم لتسليم الجوائز على المتسابقتين. مرحبا بك دكتور، وأهلا وسهلا. طبعا مشاهدينا الكرام، الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم التي رتبت هذا اللقاء وهذا البرنامج الرمضاني وبذلت جهدا كبيرا من أجل إيصال هذا البرنامج إلى العالم أجمع، وتحية وتقدير أيضا لوزارة الأوقاف والإرشاد الراعية لهذا البرنامج. إذن تتفضل الفائزة الأولى سكينة عبد الله نبهان باستلام جائزتها من الدكتور عبد الوهاب المصباحي، وقدرها 120,000 ريال. تفضلي. سبحان الله سبحان الله سبحان الله ما شاء الله تبارك عليك سبحان الله. وهذه شارة مشاركة في المسابقة. تبارك الله. مبارك عليك يا سكينة. وأيضا الحاصلة على المركز الثاني في هذه المسابقة تسنيم محمد سريع، تتفضل لاستلام جائزتها 100,000 ريال مقدمة من وزارة الأوقاف والإرشاد، وكذلك شهادة مشاركة من الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم. تفضلي. جائزتك ما شاء الله أصلح الله حالك، هذه شهادة مشاركة. بارك الله فيك. إذن بارك الله في المتسابقتين، وشكرا وتقدير أيضا للدكتور عبد الوهاب المصباحي، شكرا لك. ونذهب إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام لنعود بعده لاستكمال ما تبقى من وقت هذه المسابقة. الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم، معا لخدمة كتاب الله. مشاريع الجمعية: الحلقات القرآنية النموذجية، المراكز القرآنية النسوية، مراكز الإقراء والإجازة بالسند، جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، مشروع المسابقات القرآنية،
المراكز الصيفية، العمل على توزيع نسخ المصحف، الدورات التدريبية والتأهيلية، حصول الجمعية على شهادة الجودة، وتم تكريمها كأفضل مؤسسة تعمل لخدمة القرآن الكريم، الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد. حواء إن صلحت تحلى نسلها بالمكرمات، وصغارنا ثمر بأغصان تسمى الوالدات، إن طاب أصل الفرع طاب جناه في شرع النبات. نذهب إلى الفقرة التالية وفقرة براعم القرآن الكريم. مرحبا بكم إخوتي الكرام في فقرة براعم القرآن. ها نحن من ريمة الشموخ، من ريمة الخضراء، نقدم لكم برعما من البراعم الناشئة في رحاب القرآن، نتوجه إليه ليعرف باسمه فليتفضل. أسيد شرف الدين أحمد الواقدي. حياك الله أسيد، كم تحفظ؟ أحفظ من القرآن 12 جزءا. ما شاء الله، أين حفظت؟ حفظته في دار الجوبة بحلقة زيد بن ثابت. ما شاء الله، حياك الله يا أسيد وبارك الله فيك. أسمعنا من قول الله تبارك وتعالى في سورة المجادلة: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين إلا هو أكثر معه أكثر معهم أينما ولا أكثر إلا هو معهم معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا
درجات والله بما تعملون خبير. ما شاء الله، بارك الله فيك على هذه التلاوة يا أسيد. أسيد، ها هي وزارة الأوقاف والإرشاد تقدم لك هدية تقدر ب50,000 ريال. يقوم الأخ الأمين العام للجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم بتسليم هذه الهدية، فتفضل. بارك الله فيك، نفع الله بك، جعلك من أهل القرآن إن شاء الله. بارك الله في أطفالنا المتميزين، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح دائما. مشاهدينا الكرام، الآن إلى الفقرة الميدانية. أبت الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم المعدة لهذا البرنامج أن تكون بالقرب من جمهورنا الكريم في الكثير من المحافظات اليمنية لطرح سؤال هذه الحلقة في الميدان. مرحبا بكم مشاهدين الكرام في هذه النافذة الميدانية التي تتناول هذه الليلة مكارم الأخلاق ومكانتها في الإسلام. وسؤالنا لهذه الليلة: بما يبلغ المسلم درجة الصائم القائم؟ يبلغ، والله هذا ما أدرنا. بما يبلغ المسلم درجة الصائم القائم؟ بأسنن الرواتب أو النافلة أو الصلاة الليل. بماذا يبلغ المسلم درجة الصائم القائم؟ بالصيام، يعني بالإيمان، بالصلاة والنية والعمل الصالح، يعني قراءة القرآن. بماذا يبلغ المسلم درجة الصائم القائم؟ يبلغ المسلم درجة الصائم القائم بحسن خلقه، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليبلغ درجة المسلم القائم بحسن خلقه. إجابة موفقة ومبروك عليك الجائزة. مشاهدينا الكرام، حصلنا على إجابة لسؤال هذه الليلة، والجائزة 15,000 ريال مقدمة من وزارة الأوقاف والإرشاد. مبروك عليك الجائزة. شكرا للزملاء في الميدان. وبهذا مشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، إلى أن نلتقي في حلقات قادمة بمشيئة الله. إلى ذلك الحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رحاب القرآن تغطي أنسى ملجأ.